بمناسبة اليوم العالمي لعمل الأطفال، أصدر المرصد العمالي الأردني تقريرا توقع فيه زيادة عمل الأطفال في الأردن جراء استمرار العوامل التي تسببت في خروج الأطفال من المدارس والالتحاق في سوق العمل. نفتح ملف عمل الأطفال في الأردن مع مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية السيد أحمد عوض. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح النور. هلا. نعم، بداية أطلعنا على آخر التحديثات والأرقام والإحصائيات. يعني هو للأسف لا يوجد بعد 2016 لا يوجد أي إحصائيات جديدة تتعلق بعمل الأطفال، حيث عندما أجريت الدراسة الموسعة بين بدعم من منظمة العمل الدولية ودارة الإحصاءات العامة ووزارة العمل في 2016 وأصدرت نتائجها في عام 2017 لم يصدر أي أرقام بعد ذلك. الأرقام كانت تشير أنه ما يقارب 70 ألف طفل ينطبق عليهم وصف عمل الأطفال، وللتوضيح الأطفال العاملين هم الأطفال اللي دون سن 16 ويعملون أو واللي بين 16 و18 يعملون في مهن خطرة. هذا هو تعريف عمل الأطفال. وللأسف الشديد كل الدراسات التي أجرت في الأردن وغير الأردن تفيد بأنه العوامل الأساسية التي تدفع الأطفال للخروج من المدارس أو تشجع أولياء أمورهم وأسرهم لإخراجهم من المدارس للعمل، سواء كان خروج كامل من المدرسة أو خروج مؤقت خلال العطلة الصيفية أو خلال الإجازات أو نهاية أسبوع أو بعد الدوام، هو الفقر. الفقر هو العامل الأساسي، لي عامل ضعف منظومة التعليم، البيئة المدرسية اللي بتشجع الأطفال أنهم يبقوا في المدارس. إذا نظرنا إلى ما يجري حولنا من عام 2016-17 حتى هذه اللحظة، بنلاحظ أنه معدلات الفقر في ازدياد. أرقام الأردن كانت 15.7% الآن 24%، معدلات البطالة كانت حوالي 17 الآن تحدث عن 23. البيئة المدرسية بالعكس هي تراجعت بشكل ملموس جراء جائحة كورونا وجراء تكريس فلسفة العمل عن بعد لسنة ونصف متتاليات. هذه مجملها حقيقة. وليش لماذا توقعنا أن تزداد حقيقة؟ توقعنا لأنه كل المؤشرات التضخمية وارتفاع الأسعار ومشتقات النفطية والإعلانات الحكومية المتتالية حول نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأشهر القادمة، هذا دفعنا لتوقع بأن مؤشرات عمل الأطفال ستذهب باتجاهات تصاعدية. نعم سيد أحمد، في البيان يعني يشير بأنه الأردن بشكل أو بآخر فيما يخص موضوع التشريعات لعمل الأطفال هو متسق تماما مع التشريعات الدولية والعالمية، لكن مع ذلك هناك توقعات بزيادة هذه الأرقام. هل الخلل هنا في تطبيق هذه التشريعات؟ يعني للتأكيد التشريعات الأردنية تتوائم بالكامل مع عمل الأطفال، في تحريم كامل للعمل دون سن 16 وفي قواعد ناظمة للعمل بين 16 وبين 18، إلا أنه دائما الواقع أكبر من التشريعات حقيقة. القصة ليست قصة أنه يعني فيش تطبيق للتشريعات، الواقع أحيانا بفرض معطيات بتكون أكبر من التشريعات، وبالتالي إذا تراجعت المؤشرات الاجتماعية فقر وبطالة وتعليم، أنا تقديري هذا لن يخدم باتجاه تخفيض عمل الأطفال. كان متوقع في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030 أنه القضاء على عمل الأطفال حتى في منتصف المدة، يعني في عام 2025 في نهاية 2025، إلا أنه الواقع حقيقة حال دون أن تؤدي الجهود الوطنية سواء تكون فيها وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو منظمات المجتمع المدني المختلفة رسميا وغير رسميا أن تحقق أهدافها. لذلك احنا بنقول هذه التشريعات ممتازة، علينا نحافظ عليها وما نعمل عليها تغييرات، ولكن علينا أيضا أن نذهب إلى الأسباب الحقيقية التي تدفع باتجاه زيادة عمل الأطفال وإيجاد حلول لها. المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجهود الرسمية وغير الرسمية تذهب باتجاه إجراءات عمليات تفتيش أو الكشف عن هؤلاء الأطفال أو الطفلات وإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى المدارس وخلق بيئة أكثر ملائمة لهم للترفيه إلى آخره وتحبيبهم بالمدارس مرة أخرى، بمعنى آخر إعادة تأهيلهم. أوكي، هاي جهود كلها ممتازة ولكنها حقيقة لا تجدي نفعا أمام تراجع الملموس في المؤشرات الاجتماعية اللي بتخلي الأسر تتساهل. الأسرة اللي دخلها ما بكفيها تعيش،
ما في امامها خيار تطلب من ابنائها وبناتها، وخاصه الذكور انه نعم. يخرجوا من المدرسه والتحقوا بسوق العمل بتجيب لك دينارين ثلاثه في اليوم، هذول بيساعدوا في عمليه تغطيه النفقات الاساسيه. هذه هي النقاط وهذه هي المحركات والمحاور التي يجب ان تستهدف في برامج التنميه. نعم، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصاديه السيد احمد عوض، شكرا جزيلا لك.